السادة الوزراء، السيد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدات وسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن أقوم اليوم معكم بتدشين أول مسرع للمؤسسات الناشئة في الجزائر، الذي نؤكد من خلاله مرة أخرى أن دعم ابتكار والشراكة والشركات المبتكرة يشكل أولوية من برنامج السيد رئيس الجمهورية لبعث نموذج اقتصادي جديد يرتكز على التكنولوجيات الجديدة والاقتصاد المعرفة. أيتها السيدات أيها السادة، إن الجزائر تواجه اليوم تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة يستوجب رفعها بإدماج المعرفة والابتكار في صياغة أي رؤية استراتيجية تنموية، وهذا من خلال دعم المؤسسات الناشئة ذات النمو السريع، حيث تم وضع إطار تنظيمي وقانوني لتأطير نشاطاتها واستحداث صندوق استثمار لتمويلها. واليوم نؤكد بهذا التدشين على دعمنا للمؤسسات الناشئة من خلال إطلاق مسرع خاص بها بإمكانيات مادية ونمط تسيير مطابق للمعايير الدولية. نساهم من خلالها بتدعيم المنطق الطاقات المستدامة كفيلة بجعل الجزائر قطب بارز للابتكار في إفريقيا والمنطقة. إن هذه الآليات المستحدثة سيكون لها دور أساسي بما يستجيب لاحتياجات المؤسسات الناشئة من دعم لوجستيكي وإعداد برامج تكنولوجية وتدريبية في مجال المقاولاتية تتماشى والمعايير الدولية وإتاحة الفرص لتقديم مشاريع مبتكرة في المجالات ذات الأهمية الوطنية ومرافقتها حتى تصبح ناجعة اقتصاديا بفضل تنظيم دورات في الميادين الآتية: التكنولوجيا الحيوية، الرقمنة، الصناعة الروبوتية، الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية، التكنولوجيات الزراعية الدقيقة. كما ينتظر منا هذا المسرع ربط علاقات مع الهيئات الدولية الممولة للمؤسسات الناشئة لا سيما في إفريقيا وحوض المتوسط، بما يسمح لها بالاستفادة من برامج التعاون مع الهيئات الدولية وشبكاتها المتخصصة. أيتها السيدات أيها السادة، تعتبر المؤسسات الناشئة من بين أولويات برنامج السيد رئيس الجمهورية، الذي ألح في أكثر من مناسبة على ضرورة توفير كل الشروط والوسائل اللازمة لتمكينها من القيام بدورها كاملا في مسار التنويع الاقتصادي المنشود. ومن هذا المنطلق تعكف الحكومة على مواصلة مجهوداتها من أجل أخلقة الحياة الاقتصادية والقضاء على الممارسات البيروقراطية وتوفير بيئة ملائمة تساعد حامل الأفكار على تشييد مشاريعهم، وهذا ضمن ورشات التسهيلات الإدارية التي بادرت بها الحكومة ضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي، ومنها خصوصا تخفيف إجراءات إنشاء ومرافقة المؤسسات، إنشاء بوابة خاصة بالمستثمرين المبتدئين في المؤسسات الناشئة، تطوير مخطط حكومي لرقمنة مجمل الإجراءات، منح تحفيزات وإعفاء
إعفاءات ضريبية لصالح المؤسسات الناشئة وتقديم تسهيلات للحصول على العقار. أيتها السيدات والسادة، إن عمل الحكومة منذ بدايتها على إحداث قطيعة حقيقية مع النموذج الاقتصادي القديم، لكونه لم يعد يرقى إلى تطلعات الشباب، الذي أكد وفي أكثر من مناسبة على امتلاكه لكل المؤهلات العلمية والفكرية لتحقيق هذا الهدف. ويجب مواصلة تغيير هذا النمط التسيير الفاسد الذي ورثناه من النسق السياسي والاقتصادي الفاسد الذي دام سنين وعطل نهضة البلاد. أخيرا، وإذ نؤمن إيمانا راسخا بقدرات شبابنا وإرادته القوية، فإننا نؤكد له دعم الدولة المطلق ومرافقة مشاريعه الابتكارية، انطلاقا من أن هذا المحور سيظل يحظى بأولوية عمل الحكومة في هذه السنة 2021. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.